الطعن بالإلغاء بسبب آخر، وذلك طيلة مراحل الدعوة، أنه لا يجوز للسلطة أو الهيئة الإدارية التنازل عن اختصاصاتها إلا إذا أجاز لها القانون ذلك، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص، ولا يحق للإدارة استبعاد قواعد الاختصاص ولو في حال الاستعجال، باستثناء نظرية موظف الفعل والتفويض سأعود إليها لاحقا. وإن من صور عيب عدم الاختصاص يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص، كذلك الحال إذا لم يصدر وفق الأشكال والإجراءات مقررة قانونا فيكون معيبا بعيب الشكل والإجراءات، تطلق إلى عيب عدم الاختصاص أهم عيب في القرار الإداري. تعرف قواعد الاختصاص على أنها القواعد التي تحدد الأشخاص والهيئات التي تملك إبرام التصرفات العامة، فتمارس السلطات الإدارية اختصاصاتها وتصدر قراراتها بناء على تلك القواعد، فإذا خرج عنها اعتبرت قراراتها معيبة بعيب عدم الاختصاص، ويعتبر عيب عدم الاختصاص من أول العيوب التي أخذ بها القضاء للطعن في بالإلغاء في القرارات الإدارية نظرا لوضوحه. ونكون أمام هذا العيب عندما يصدر القرار الإداري ممن لا يملك سلطة إصداره وفقا للقواعد الاختصاص المعمول بها. ولعيب عدم الاختصاص صورتين، أن يكون بسيطا وفي هذه الحالة يكون القرار الإداري قابل للإلغاء القضائي، وإما أن يكون جسيما يصل بالقرار الإداري لدرجة الانعدام. وإن القصد من فكرة الاختصاص هو تقسيم العمل على القائمين به بما يحقق المصلحة العامة، وهذا ما يجعل القواعد القانونية المنظمة لتوزيع الاختصاص بين هيئات السلطة المختلفة تتعلق بالنظام العام، لأنها تعد بمثابة ضمانة لحرية العامة والحقوق الفردية ومظهر من مظاهر تنظيم الدولة. وبالنتيجة فإن عيب عدم الاختصاص بدوره يعد من النظام العام، وبالقرار التي تتخذه السلطة غير مختصة يحلل على أنه أساس قرار منعدم ولا يتصف بصفة القرار، وهو ذلك العمل المادي لا أثر له، وأن بطلانه من النظام العام، ويترتب على ذلك نتائج قانونية من بينها أن للقاضي اختصاص أن في الأصل أنه يباشر صاحب الاختصاص اختصاص ممنوح له بموجب قوانين، إلا أن هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة تدعو إليها ضرورة العملية لسير العمل الإداري، وهي مسألة التفويض الإنابة والحلول. عيب عدم الاختصاص، نعيب عدم الاختصاص البسيط هو ذلك العيب الذي يدخل داخل السلطة التنفيذية بحد ذاتها، وذلك باعتداء هيئة أو إدارة اختصاصات هيئة أو إدارة أخرى وتخالف بذلك قواعد الاختصاص المعمول بها. لذلك فإن عيب عدم الاختصاص البسيط يأخذ أربع صور، قد تكون عدم الاختصاص الشخصي، المكاني، عدم الاختصاص الزماني، عدم الاختصاص الموضوعي، اعتداء هيئية. ونكون أمام هذه الحالة إذا مارست السلطة التنفيذية مهام تشريع القوانين، وذلك بأن تقوم الإدارة المحلية مثلا بإصدار قرار تمس به إحدى المجالات التي قرر فيه اختصاص السلطة التشريعية، فاعتداء الإدارة على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت لها بأي صلة. هذه صور عدم الاختصاص الجسيم، فهو لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري بحت، فهو عمل قانوني ويجوز الطعن فيه والقاضي إثارته من تلقاء نفسه، وهو لا يخلف أي أثر قانونية يجعل القرار معيبا، إلا أنه لهذه القاعدة ليست عامة إنما ترد عليها جملة من الاستثناءات. حالات عيب الشكل والإجراءات، الأصل الإدارة غير مقيدة في الإفراح عن إرادتها بإفراغ قراراتها في صيغة معينة، فهي تتمتع بحرية إفراغ القرار في الشكل الذي تراه مناسبا ما لم يفرض القانون عليه اتباع شكل معين. في هذا الصدد نذكر على سبيل المثال جملة من الإشكالات وتدافعها الأشكال والإجراءات التي في اتخاذ قرارات مدروسة لتحافظ على مبدأ الشرعية في الدولة، أما المصلحة الخاصة فتتجسد في حماية المصالح وحقوق الأفراد من الانحرافات وتعسفات السلطة الإدارية أثناء قيام بأعمال وظائفية للقرار الإداري. من ضمنها عيب عدم الاختصاص. عيب الثاني عيب الشكل والإجراءات، إن الأصل في الإدارة عند إصدار قرارات لا تلتزم بشكل وإجراء معين إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، فالمشرع ولعل لهدف من النص على صدور قرار في شكل معين وفق الإجراءات محددة وتحقيق المصلحة العامة ومصلحة أفراد على حد سواء تطبيق قراراتها، ويقصد بتسبيب أن يذكر في القرار الإداري الاعتبارات القانونية والواقعية التي دفعت الإدارة في اتخاذه. وإن الجزائر صدرت عدة نصوص تلزم الإدارة بتسبيب قراراتها مثل القانون صدور القرار في شكل مكتوب، فيجب هنا على الإدارة احترام إرادة المشرع، وتعتبر الكتابة ضمان هم للأفراد
حيث أنها تسهل إثبات وجود القرار، وكذلك تسهل إثبات تاريخ صدوره وكذلك تنفيذه. فإذا لم تراعي الإدارة هذه الشكلية كان القرار معيب بعيب الشكل. الأصل أن القرار الإداري قد يكون مكتوبا أو شفويا أو صريحا أو ضمنيا، إلا أن العيوب التي تمس القرار الإداري من بينها عدم التوقيع، يعتبر التوقيع في القرار الإداري من البيانات الأساسية التي تدخل في تكوين الشكل المكتوب. والقرار الإداري قد يكون موقع من شخص واحد، إذ كان ولقد صدرت عدة قرارات تبطل قرارات إدارية تخلف تسبيب، ومنها قرار صادر أن مجلس الدولة والذي قضى بإبطال مقرر الوالي كونه غير مسبب. شكلية عدم التوقيع، تكلمنا توقيف منتخب بلدي بسبب متابعة قضائية أن يصدر قرارا معلل عمل بنص المادة 44. ضف أنه تلزم على السيد الوالي بإصدار قرار مسبب عند إبطال المداولة. وكذلك أحكام قانون 29 مادة 62 متعلقة بالتهيئة وتعمير المعدل المتمم ألزمت السيد رئيس مجلس الشعب البلدي بتسبيب ناحية وهران لصدوره باللغة الأجنبية. ثم نعم العيوب عدم لغة القرار. بالرجوع إلى أحكام الدستور 2020 المادة الثالثة، فإن الإدارة ملزمة عند إصدار قراراتها أن يكون باللغة العربية، وذلك ما نصت عليه المادة 3 من الدستور 2020، كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية والوطنية. ولقد صدر قرار مجلس الدولة وقد يحمل عدة توقيعات إذا تعدد أصحاب السلطة في إصدار القرار، وهذا الشرط لا يشمل النسخة المبلغة من القرار المعني بالأمر، ويعد هذا الشكل ضمانا للأفراد لمعرفة ما إذا كان القرار